السلام عليكم. في شهر رمضان الساعة الأخيرة أو النصف ساعة الأخيرة كمان بالذات اللي قبل الفطار، كمية السكر في الجسم بتكون شطبت، وده معناه إن مفيش غذاء كفاية رايح للأنسجة والأعضاء المختلفة بتاعة الجسم. بلاقي جنون والعجب العجاب بيحصل من الناس اللي سايقة ساعة الفطار، وكله عايز يوصل ساعة الأذان بالظبط عشان يفطر. يا جماعة احنا يعني صايمين 16 ساعة في اليوم، ما يجراش حاجة لما يبقوا 16 وربع 16 ونص بس، نوصل سالمين. المخ والعضلات والجسم بشكل عام لعدم وجود كفاية من السكر في الجسم، ردود الأفعال والتصرفات ما بتبقاش مظبوطة 100%، علشان كده ممكن يحصل أخطاء، والأخطاء دي ينتج عنها حوادث وأذى. فعلشان كده أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم نمشي بحرص وناخد بالنا واحنا سايقين، وما نستعجلش، وبلاش الحركات الفجائية اللي بتحصل دي، لأن الغلط ممكن جدا يحصل مع قلة الغذاء وقلة السكر في الجسم. فأرجو إن احنا معلش حتى لو وصلنا متأخر 10 دقايق أو ربع ساعة ما يجراش حاجة، بس نوصل سالمين. أرجو إن حضراتكم تاخدوا بالكم، وأتمنى من الجميع إن هو يلتزم. أتمنى إن كل واحد وواحدة يوصلوا بيتهم سالمين في شهر رمضان المبارك، بس ياخدوا بالهم، يمشوا بالراحة، يسوقوا بحرص، ويعملوا حساب قلة الغذاء اللي رايحة للمخ وللجسم. دمتم بصحة وعافية وسلام، مع تحياتي دكتور وائل تفاحة.